يبقى إلا دقيقة أو دقيقتان ويمكن تسمح الفرصة لسؤال صغير عن السلام عليك. سمو الأمير، يعاني المواطنون والوافدون من عملية البحث عن مسكن، عن المحل اللي يريدونه، والسبب عائد إلى عدم ترقيم المنازل. وعلى ما أذكر هناك مشروع كهذا، ما الذي تم في ذلك ومتى ينتظر أن ينتهي؟ هناك مشروع وهناك مبالغ معتمدة أيضا، كلفت لجنة برئاسة أمير مدينة الرياض لبحث هذا الشيء، وتم البحث واجتمعت باللجنة عدة مرات، وسنستمع إن شاء الله قريبا جدا. المشروع على مرحلتين أو على شيء جزئين: تسمية الشوارع والميادين الحالية والمقبلة عن وجود مخطط، ويتبع هذا ترقيم المنازل وترقيم بعض الشوارع. أنت تعرف كثرة الشوارع لا يمكن تسميتها كلها إلا بالترقيم. الاتجاه حاليا إرجاع الأسماء الأصلية للشوارع والأماكن بأصلها، وأيضا الحارات أو الأحياء تسميتها، ويتبع هذا الترقيم حاليا موجود. وأمس أو قبل أمس اجتمعت لجنة برأس أمير مدينة الرياض، وسنستمع بها قريبا إن شاء الله في خلال الأسبوع المقبل أو اللي بعده حتى يتم إنهاء المشروع تام. وهذه أيضا خبر أعتقد أنه يهم المواطنين وسيتم قريبا إن شاء الله. سمو الأمير، لابد أن أشكركم لإتاحة هذه الفرصة وللصدر الرحب لتقبل هذه الأسئلة ولصبركم على أبناء العم. الحقيقة لعله من جميل الصدف أن يكون عندنا أبناء عم في لأول مرة في البرنامج يشتركوا في طرح الأسئلة. التكامل يعني. أنا يعني مضطر أن أصبر. أقول لك حبة صدني وضعتني أمام عدسات التلفزيون، وطبيعي أصبر تماما. وكانت فرصة سعيدة جدا ومناسبة حتى أن يكونوا الإخوان المواطنين على اطلاع على الوضع في مدينتهم الحبيبة ومنطقتهم، وفي نفس الوقت حتى أتحت لي مجال الحوار مع الإخوان أصدقاء عبد الله وعمران ومعكم. شكرا. الحقيقة طال عمرك لا يمثل إلا بيت واحد من بيوت الرياض. وأشكركم دكتور عبد الله أستاذ عمران، وسيدتي وسادتي شكرا لمتابعتكم هذا اللقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.